وللوقوف على آخر التطورات معنا من العاصمة اللبنانية بيروت مراسلة قناة الأخبار مي فرحات. مي أهلا بك، ما جديد تطورات المشهد الميداني لديك مي، وأيضا ما حجم وطبيعة استهداف الاحتلال للضاحية الجنوبية بيروت؟ أهلا بكما وبجميع المشاهدين. أود أن أبدأ بالمحصلة الأخيرة لوزارة الصحة التي صدرت للتو. هناك ارتفاع بعدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ الصباح حتى الساعة، بلغ العدد 356 قتيلا، ووصل عدد الجرحى إلى أكثر من 1200 جريح بحسب البيان الذي صدر الآن من وزارة الصحة اللبنانية، وهذا العدد هو العدد الأكبر منذ بداية حرب غزة، بل يمكن مقارنته بحرب تموز أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان في العام 2006، حيث بلغ هذا الرقم، بلغت أعداد ضحايا هذا الأسبوع الماضي مع اليوم أكثر من 5000 ضحية، وهذا نصف الرقم لحرب تموز التي امتدت حوالي 33 يوما. هذا فيما يخص الاستهداف على الجنوب اللبناني اليوم وعلى بقاعه وشرق لبنان. إذا ما أردنا الانتقال إلى الضاحية الجنوبية، كما تفضلت وقلت كان هناك استهداف منذ ساعتين لأحد مباني الضاحية الجنوبية. لم تصدر وزارة الصحة بعد أي بيان رسمي، ولكن المعلومات أشارت إلى أن هناك عدد من الجرحى سقط بسبب هذه الغارة، ولكن المبنى الذي استهدف لم يهبط بالكامل كما حصل في الاستهداف منذ أيام الأسبوع الماضي. هذه الغارة لم يوضح العدو الإسرائيلي معلومات كثيرة عنها، لكنه قال أن هناك شخصية من حزب الله مهمة تم استهدافها. أما المعلومات تتحدث عن استهداف قائد الجبهة الجنوبية في هذه الحرب، ويدعى علي كركي، وهو الرجل الثالث في حزب الله بحسب المعلومات، لكن أعود وأكرر أن هذه المعلومات أيضا لم تؤكد حتى الساعة. نعم، لكن ماذا عن وضع الفارين من جحيم العدوان في الجنوب، وأيضا هل باتت مراكز الإيواء مهيئة لاستقبال هذا العدد الكبير من النازحين مي؟ نعم، كما تفضلت وقلت العدد كبير والعدد غير مسبوق، لم تستوعبه بعد الطرقات، لأن هناك ما منذ ساعات الصباح الأولى ظن الجنوبيون أن التهديدات الإسرائيلية كالعادة ستكون استهدافا لأطراف البلدات أو بعض المنازل، لكن لم يقدر أحدا هذا الاستهداف الواسع والغير مسبوق. فبدأ الجنوبيون بالنزوح حوالي الساعة 11 قبل ظهر اليوم، مما جعل الطرقات مقفلة بسبب زحمة السير، ولا يزال حتى الآن الأوتوستراد الساحلي الممتد من الجنوب إلى بيروت مقفل بسبب عشقة السير، ولا يزال المواطنون عالقون في سياراتهم، وللأسف هناك نساء حوامل تستغيث السلطات اللبنانية للمساعدة. هناك أيضا بعض المرضى، ويحكى أن هناك جرحى أيضا موجودون في السيارات جراء العدوان الذي شهده الجنوب اللبناني. المشهد كارثي، لا يزال المواطنون عالقون في السيارات، في المقابل هناك تهافت على المخابز، هناك تهافت على محطات الوقود، وهناك أيضا إيعاز من السلطات اللبنانية بفتح بعض المدارس الرسمية في بيروت. تم فتح المدارس في البقاع، ولكن يبدو أن الناس ليس باستطاعتها الهروب إلى البقاع، لأن تهديد جديد جاء من الكيان الإسرائيلي لسكان البقاع بإخلاء منازلهم. تم فتح مدارس الجنوب، وأيضا لن يستطيع الناس اللجوء إلى هذه المدارس، لذلك شهدنا زحمة خانقة باتجاه بيروت، حيث يحاول الجنوبيون وغيرهم من الهاربين كما تفضلت من هذا العدوان للوصول إلى أي مكان يعد أكثر أمانا، ربما تكون بيروت أو الشمال اللبناني. نعم، مراسلتنا مي فرحات كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت، شكرا جزيلا لك.